معنا اتفضلي. سيادة السفير أشرف إبراهيم، برحب بحضرتك مرة تانية يا فندم. وكنت بسألك على خلاص، المفروض لو لحد دلوقتي الكلام إن المباريات لحد دلوقتي في الشهر ده نص نهائي دوري أبطال أفريقيا، إزاي الاستعدادات أو ترتيبات السفارة لاستقبال الفرق المصرية بإذن الله؟ بصي، طبعا احنا السفاره خصوصا يعني السفاره في المغرب، الموضوع ان الفرق بتيجي تلعب في المغرب في بطولات افريقيا، يعني دي شيء يعني كل سنه بيبقى عندنا فرق بتيجي تلعب، سواء كان الاهلي او الزمالك او فرق اخرى، دايما بنبقى مستعدين. احنا طبعا واجبنا طبعا ان احنا يعني نساعد الفرق المصريه في اثناء تواجدها في المغرب، سواء في الاستقبال، سواء في اي طلبات، تسهيل الاقامه، تسهيل الانتقالات، التواصل مع الاتحادات والانديه. وده احنا مستعدين له وموجودين. يمكن مش اول مره، الاهلي لعب 2017 النهائي هنا، الزمالك لعب السنه اللي فاتت يمكن 4 مباريات من ضمنهم طبعا كان النهائي. وبالتالي احنا يعني منتظرين الفرق، هو الاهلي والزمالك وبيراميدز ان شاء الله يعني منتظرينهم. واحنا بالنسبه لنا طبعا دي بتبقى يعني فرحه، لانه احنا بنحس انه فرق مصريه موجوده واحنا متواجدين معاهم، بنساعدهم وبنسعد بيهم يعني. فطبعا احنا متواجدين ومستعدين ان شاء الله. طيب، هل في تواصل من المسؤولين في النادي الاهلي في مصر مع حضراتكم يعني بخصوص الترتيبات والاستقبال لمباريات نص نهائي دوري ابطال افريقيا؟ يعني هي لسه ما حصلش اتصال مباشر مع إدارة النادي الأهلي، لكن أنا يعني طبعا لسه المباراة فاضل عليها 20 يوم، وقت كافي. طبعا أنا عارف إن بطولة الدوري في مصر لسه شغالة، وبالتالي يمكن النادي عنده أولويات وترتيبات، إنما بالتأكيد إنه لازم يحصل تواصل قريبا جدا. أعتقد إنه هيكون في تواصل من إدارة النادي الأهلي. احنا موجودين ويعني احنا بنستعد زي ما قلت، يعني وانا بتكلم دلوقتي احنا مستعدين وكل استعداداتنا يعني موجوده ومستعدين نساعد في اي شيء. انا عارف طبعا ان النادي الاهلي العمليه يعني مش اول مره، وبالتالي هو عارف الامور بتمشي ازاي وامتى يتصل بالسفاره وترتيب الامور، وان شاء الله كله يبقى ماشي ويبقى بخير يعني. لو كله هيبقى كويس بإذن الله إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا، كنت منورنا على شاشة قناة الأهلي.